طلع البدر علينا من ثنيات وداع، وجب الشكر علينا بدعا لله داع. طلع البدر علينا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. عاشوراء وثورة الملك والشعب، إنهما متقاربتان، وقد تكون لهما نفس الأهداف وتحققت لهما نفس النتائج ونفس الثمار، فهما معا تمتحان من أصل هذه الثوابت التي نحرص أن نقيمها كاملة تامة في حياتنا. وهذا ليس بغريب عن العدد المعشر، عاشر محرم وعشرين غشت، فقد ورد في القرآن الكريم التعبير بعشر وبعشرة سبع مرات، ووردت عشرون وهي في الأصل عشرتان مرة واحدة، ولكنها العشرون الذين يغلبون المئتين. والله تعالى يقول في سورة الأنفال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. والكلمة بهذا الجذر حرف العين والشين والراء تحمل معاني الفأل مثل الغنى والتيسير والنماء والكثرة والزيادة والغزارة. تقول ناقة المعشار بمعنى غزيرة اللبن، وتقول عشر عشرا أخذ واحدا فقط من عشرة، أو زاد واحدا على تسعة، فدائما هناك الزيادة والكثرة. وهكذا يرد هذا اللفظ على لسان عامة الناس بهذه الحمولة التي تبعث في النفس الأمل وتحقق المرغوب والمرجو. فكثيرا ما نسمعهم يدعون يقولون: اللهم عشر الخطوات، بارك في العواشر، وعواشرك مبروكة، إشارة إلى الأزمنة الفاضلة التي ترفع فيها الدرجات ويكفر عن الذنوب والسيئات، وتعشر فيها الخطوات، وتشكر فيها المساعي، ويضاعف الثواب عن الصالحات والصدقات وكل القربات. ومن هذا ما يدل عليه وصف العشار في قوله تعالى في سورة التكوير: وإذا العشار عطلت، ومعناه النوق جمع ناقة، النوق الحوامل التي في بطونها أولادها، ومفردها عشراء، وخص بالذكر لأنها أنفس مال عند العرب وأعزه عندهم. وثورة الملك والشعب التي تتزامن مع عاشوراء هي الثورة الحقيقية التي عرفها المغرب في هذه العشرية، أي عشرين غشت، وقد كان مهندسها ولي العهد آنذاك سمو الأمير مولاي الحسن، إلى جانب والده المنعم سيدي محمد الخامس، بوأهما الله مبوأ صدق عند مليك مقتدر. وهي المحطة الفريدة التي تستدعي بمناسبة عاشوراء وقفة للتعرف على منجزات الملك العظيم الحسن الثاني رحمه الله، الذي تربع على عرش أسلافه الأماجد مدة 38 سنة، يقود خلالها ثورة هادئة بعيدا عن التهريج والشعارات الجوفاء، فحقق في وقت وجيز ما لم تحققه فتن ذلك الزمان
التي سفكت دماء بريئة وأهلكت الحرث والنسل، لأن ثورة الملك والشعب كما وصفها هذا القائد الملهم اندلعت من القصر لخدمة الشعب، ولذلك كانت ثورة مستمرة ومتجددة بانية مبدعة، جعلته يقول عنها كلمته المشهورة والمشهودة: إن الروح التي حفزتنا إلى الثورة ضد الاستعمار هي التي حفزتنا اليوم إلى الثورة على الفساد. وبذلك يشهد لجلالته طيب الله ثراه، فحصن البلاد وبنى السدود واسترجع الثغور وحمى الحدود، وكل ذلك في صمت وإصرار. فالثورة التي نبتت في منبعها الأصيل، وارتوت من معينها الذي لا ينضب، واستقت من محتوى إنساني، تبقى مستمرة والمعركة متواصلة. لم ولن تقف عند التحرر من الاستعمار وإنهاء الحماية، وإنما تقود الخطى لحماية مكاسب ثورة الملك والشعب وصون مبادئها، وهو النهج الذي يتقمصه وارث سره أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، الذي يقود قافلة الوطنية الحقة بمناسبة الذكرى 67 لهذه الثورة الرائدة، فيعلنها ثورة شعبية لربح المعركة الشرسة ضد جائحة كوفيد-19 الخبيثة. يقول حفظه الله: وكما تعبأ المغاربة خلف السلطان محمد الخامس لمواجهة الاستعمار وطرد ممثل الحماية الفرنسية في المغرب، لا بد من التعبئة الوطنية ضد كورونا الذي يواصل انتشاره في أرجاء المملكة. وهكذا تبقى ثورة الملك والشعب تلك البطارية التي تشحن همم أهل المغرب وتشحذ عزائمهم وتعبئ وطنيتهم باستمرار، لأنها ثورة متقدة لا ينطفئ أوارها ولا تخبو شعلتها ضد كل الأباطيل والمبطلين والفساد والمفسدين والضلال والمضلين في كل زمان ومكان ما فهمت رسائلها واستنير بإشعاعها. ولست أدري كيف تكون مقارنة هذه الثورة الكبيرة في تاريخ المملكة بعاشوراء، وأعتقد أنها ستكون مقارنة لطيفة، فيوم عاشوراء يعظم ويجل ويحتفل به للوقائع التي حدثت فيه والتي يحكيها التاريخ الإنساني. ففي هذا اليوم قبلت توبة آدم وحقق الله نصراً مؤزراً لنوح عندما أنزله ومن معه من السفينة، وفيه أنقذ الله نبيه إبراهيم من الطاغية النمرود. وتحكي قصص الأنبياء أن في هذا اليوم رد الله يوسف إلى والده يعقوب، ورفع الله تعالى عن أيوب البلاء، وأخرج نبي الله يونس من بطن الحوت. والثابت من كل هذا هو ما ورد في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم سأل يهود المدينة عن صيام يوم عاشوراء، فقالوا له: إنه يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فعاشوراء محطة ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمر عليها دون وقفة ودون تعبئة نفسه وتعبئة الناس حوله لتذكر أحداثها ووقائعها. فانتفاضة موسى في وجه فرعون هي ثورة الحق ضد الباطل التي لا تزال شعلة في يد هؤلاء المصلحين يتلقفونها جيلاً عن جيل إلى قيام الساعة. وصيام الرسول صلى الله عليه وسلم وصيام الناس لهذه الأيام المباركة هو للاعتبار والاتعاظ، هو من أجل معاني المقاومة والممانعة
لإلجام النفس وتهذيبها للتصدي للوقاحة والاستيطان والظلم ولكل أشكال الزيف والفوضى والشغب، ومن أجل التوجه إلى البناء ورفع أسس النهضة وصيانة الثوابت والمقدسات. وهو ما كان من يوم 20 غشت عندما انتفض الوطن، كل الوطن، ضد نفي رمز الأمة وقائدها وحكيمها. فتحققت ثمرة هذه الانتفاضة بالعودة الميمونة لأبي الوطنية المغوار السلطان سيدي محمد الخامس رحمه الله، ويكون يوما للإعلان عن الجهاد الأكبر انطلاقا من ثورة الملك والشعب التي نفرح بها ونستقبلها بهذا الوعي كل عام. وستبقى إن شاء الله كذلك مشعلا متوارثا ينير حاضرنا ومستقبلنا. والمجتمع المغربي يعرف حق هذه الأيام وقيمتها، ولها في وجدانه مكانة خاصة، إذ يتحرى صيامها ويتخذ منها موسما لتصفية حسابات الأموال وتزكيتها وتعشيرها وإخراج الحقوق السنوية التي فيها، مع تجديد التوبة وتوسعة على العيال. وبكلمة، إنها أيام من أيام الله تعالى التي يقول فيها سبحانه: وذكرهم بأيام الله. والحمد لله رب العالمين.